وقت الراحة لم يحن لكم بعد، فمهمتكم الأخيرة ستبدأ بعد ثواني قليلة. نذكر أن 50% سيحددها الجمهور، أما 50% الثانية ستحددونها أنتم يا أعضاء لجنة التحكيم، وهذه هي مهمتكم الأخيرة في الموسم 14. أعضاء اللجنة الموقرة تفضلوا بالتصويت. أنا جدا متفائلة بالأصوات اللي حتعطيها لجنة الحكم، لأنهم فاهمين البروجكت، فاهمين إنه هو أكتر بروجكت قادر يخدم أكبر عدد من الناس. ما في شيء مضمون، حتى ولو أنا حصلت عند اللجنة رقم واحد، لكن تصويت الجمهور ممكن يقلب الموضوع عكس. طبعاً بدي أفوز الأول، لأنه أنا I believe بأهمية هذا الاختراع وعدد الناس اللي راح يستفيدوا منه حالياً وفي المستقبل. شكراً لأعضاء لجنة التحكيم، إذن هذه مهمتكم الأخيرة وقد أتممتوها بنجاح. الآن سأعلن عن نصف النتيجة، فأطلب من جميع المشاركين شذا، نور الدين، سمية، تفضلوا. نصف النتيجة أصبحت جاهزة. إذن بناءً على تقييم لجنة التحكيم نقول مبروك مؤقتاً لك يا سمية. أما في المركز الثاني حل نور الدين، أما المركز الثالث فكان من نصيب شذا. كانت هذه إذن نصف النتيجة. في بعض الأحيان تنقلب الموازين بفضل أو بسبب تصويت الجمهور. اليوم أنا متوترة وأبداً ما أريد أطلع من نجوم العلوم ما أحصل على اللقب. الشيء الوحيد اللي تقدرون تسوونه الآن هو تمالك أعصابكم وتتمنون لنفسكم التوفيق بإذن الله. أكيد كل الابتكارات اللي وصلت لهالمرحلة تستاهل إن هي توصل، لكن بلسايت هو أكثر جهاز يستاهل إن هو يربح لقب نجوم العلوم هالسيزن. أنا هسا واقف على المسرح مع شذا وسمية، طبعاً المسابقة أو المواجهة أبداً مش سهلة. جاهزين للنتيجة؟ إن شاء الله. إذن الفائز بلقب الموسم 14 من برنامج نجوم العلوم سمية من عمان، مبروك مبروك. أنا اليوم فخورة وأنا اليوم سعيدة لإعطائكم الثقة لي إني أوصل لهذا المستوى. بصراحة ما أقدر أوصف مشاعري، أنا أول امرأة حصلت على لقب نجم العلوم. أوجه شكري لكل من ساندني، عائلتي، زوجي، أولادي، عمان. شكري وتحيتي لنجوم العلوم ومؤسسة قطر لدعمهم للعالم العربي وللمرأة العربية في الأخص، وتشجيع للوصول لهذا المستوى من العلم والأبحاث والابتكارات. مبروك، ألف مبروك للفائز بالموسم 14 من نجوم العلوم، والتوفيق بإذن الله للجميع. نذكركم متابعينا الكرام بأن الموسم 15 على الأبواب، سارعوا في الاشتراك ولا تفوتوا الفرصة. أما الآن استودعكم الله، مثل ما على الحب التقينا على الود دائما نلتقي. في أمان الله.